هي يعني الحادثة اللي تكررت في مهدي العام الماضي، خاصة احنا في بداية شهر محرم الحرام، وما حدث في اللي صار مع المواكب. نعم. تشوف ان يعني هل ممكن يتكرر هالسنة، خاصة في لجنة واللجنة توصلت الى ضوابط وغيره؟ وجهة نظركم في هذا الموضوع. يعني انا اعتقد اذا تكررت ما تعلمنا من الدرس، وهذه مشكلة كبيرة. يجب أن نتعلم. القضية اللي حصلت كانت تؤدي إلى مأزق سياسي وإلى مشكلة اجتماعية، فبالتالي إذا ما تعلمنا من ما حصل في شهر محرم من العام الماضي في يوم عاشوراء وتكرر لا سمح الله هذه السنة، أنا أعتقد ما نتعلم، وبالتالي لا نستحق أن يعني نكون في مثل هذه المواقع. المشكلة وين تقع؟ ان مجلس الوزراء شكل لجنه. مهمه اللجنه التحقيق في معرفه المتسبب في ازاله خيم عاشورائيه والمضايف في شهر محرم. اللجنه انحرفت عن هدفها ومسارها، نسيت المتسبب ويابت ضوابط، وهذه الضوابط انا اقولها من خلال التلفزيون مرفوضه جمله وتفصيلا. ليش؟ انا اقول لك ليش. قانون يعني حط. لا لا انا اقول لك ليش. احنا انت تبي تحط ضوابط، عدل ولا لا؟ عدل. انت بتحط ضوابط على الجميع ولا بتحط ضوابط على فئه معينه؟ بتحط ضوابط على الجميع. انت قاعد تتكلم عن خيم، اكو خيم العزاء، اكو خيم رمضانيه ما شهر رمضان، اكو خيم المخيمات، ها؟ كل هذيلي ما لهم ضوابط، بس يا يملك ضوابط على خيم عاشوراء ومحرم. مثلا انت شهر رمضان، انا وجهت سؤال رسمي لوزير البلديه، قلت انت شهر رمضان كامل في خيم رمضانيه وكثر الله اهل الخير والكويتيين والناس كانوا يتفطرون ويتسحرون، وهذا شيء جيد، احنا ضد هالعمل. احنا سوينا بعد وكنا نفطر الناس زين كلجنة خيرية وكناس وساعدنا في هذا الجانب. أوكي. كانت تمتد شهر كامل. ومن أول المغرب الإفطار إلى جريب الفجر شهر كامل. اللجنة هذه شو مطلعة حق خيم محرم؟ شهر محرم مو شهر ولا أسبوعين، لك أسبوعين، إيش حق رمضان شهر محرم أسبوعين؟ هذا سؤال. ليش التمييز؟ الشيء الآخر، شهر رمضان من اول المغرب الى اذان الفجر بالنسبه لخيم عاشوراء للساعه 12، يا سلام، انت مسؤول عني ولامري الساعه 12. المقاهي، المطاعم، للفير قاعدين بالكويت وطول السنه، والحفلات وكل هالاماكن ما لهم ضوابط وما يسكرون الساعه 12. مو كل الخيم عليها ضوابط ومادي. لا ما عليه ضوابط، اقول لك بس بيبون على خيم شهر محرم وعاشوراء. وذلك انا اوجه كلامي لمجلس البلدي ووزير البلديه ورئيس الحكومه، ان اقر هذا يتحملون مسؤوليتهم. لان ليش ما مو من باب انه والله بفزع لقضيه محرم، لا، لان احنا ما نرضى بالظلم ولا نرضى بالتمييز ولا نرضى بان الشيء غير دستوري وقانوني بس يتطبقه على خيام شهر محرم. انا اقول لوزير البلديه ورئيس الحكومه لو هذه اللائحه تطبق على خيام محرم يتحملون مسؤوليتهم السياسيه، مو من باب انه والله انه ما ارضى، لا، من باب انه في تمييز، في قصور. هذا شهر رمضان ما الخيام كانت للفجر، ايش معنى محرم لساعه 12؟